تجربة أدك دبي ستارز فعلا رائعة، الكونسبت كان جدا جميل، والفكرة كانت والمبادرة من إندكس ميديا طبعا والدكتور مجد ناجي كانت فكرة حمست جميع المشتركين في مؤتمر أدك وغيرت لنا شوي جو. يعني احنا عادة متعودين نيجي هون نحضر كورسات طبية كله دراسة وكله علم، وشوي كان في تغيير جو هالمرة. يعني صار في مشاهير من الوسط الفني، صار في انفلونسرز من الإعلام والسوشيال ميديا بشكل عام، فحسيت حتى مش بس أنا، كل الناس كانت متحمسة على هالموضوع، وكان في كتير تشوق أنه يسمعوا قصص هاي العالم وتجربة نجاح من أشخاص مختلفين. إندكس الإعلام أنا شاهدت فيه مجروحة الصراحة، صار لي تقريبا شهر عم بتعامل معاه ونتواصل عشان ننسق المحاضرات تبعيتي وأدك دبي ستارز. تعاملهم جدا راقي، وطبعا هم مش من ولا شيء، يعني خبرة سنين وسنين عشرات السنين، فما شاء الله عليهم فريق جدا بيرفع الراس، ولو ما هم كان احنا مش بس دبي ستارز، كان أدك كله مش موجود. فيعطيهم ألف عافية، وتحيتي لجميع الطاقم اللي شغالين على هالكونسبت الرائع.